صباح الفل عليكم. النهاردة هنعرف ازاي نعمل السكور بار اللي موجود في مونديال كاس العالم للأندية قطر 2020 ما بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني. في البداية انا عامل امبورت الماتريال اللي هشتغل عليها، عامل امبورت الجزء من الفيديو اللي هنشتغل عليه. انا قاطع حتة من فيديو ماتش الاهلي والدحيل القطري علشان ناخده از ريفرنس نقدر نعمل منه السكور كارد بتاعنا. فهنبتدي نشغله كده نشوفه مع بعض، وهنلاقي عندنا حاجتين مهمين جدا في السكور بار، وهو الشيب بتاع البار كامل والجزء التاني بتاع التايمر اللي هو موجود عندنا هنا. فدلوقتي هنبتدي نشتغل على كل جزء لوحده. والسكور بار عندنا هو بيتكون كله من شيب لايرز، والشيب لاير احنا عارفين ان احنا بنقدر نتحكم في السكيل بتاعها، سواء نكبره او نصغره او نخلي الحجم كاستم زي ما احنا عايزين. فانا هنا هحاكي اللي موجود بالظبط، وهبتدي اول حاجه اعملها ان انا هروح من هنا واظهر الجريد. فببتدي اول حاجه بعملها ان انا بتاكد بس ان انا قافل الفيديو اللي عندي من هنا من علامه القفل دي علشان ما اتحركش او ما اتحكمش فيه خالص، ما يتحركش من مكانه. وبروح بجيب شيب لاير من فوق من هنا وببتدي ارسم الشيبس اللي عندي، ولكن انا هعمل زوم اكتر من كده علشان ابقى بعمل الشيب بالظبط على نفس المقاس اللي موجود عندي. بعد ما بعمل اول شيب عندي بتاكد ان انا لسه موجود في نفس الشيب اللي عندي، ما طلعتش بره، لاني لو ضغطت بره وبدات ارسم واحد تاني هيعمل شيب لاير تاني، ولكن انا هعمل كنترول زد. انا عايز افضل ارسم في نفس الشيب اللي عندي علشان اتحكم فيهم كلهم مره واحده. وببتدي اضغط على السبيس من الكيبورد، بيجيب لي علامه الهاند وببتدي اتحرك عليها كده، وببتدي ارسم تاني مربع عندي، وبعد كده ببتدي ارسم بقيه المربعات تبعها. بعد كده اول ما بخلص برجع للموف تول بتاعتي وببتدي اصغر الكومبوزيشن اللي انا شغال عليه كده لحد ما اخليه فيت عندي اقدر اشوفه بشكل كويس. وبعد كده لو وقفت على الشيب لايرز نفسه وابتديت احركه هلاقيه بيتحرك كله، مش بيتحرك مربع لوحده من المربعات. ولو عايز اتحكم في حاجه منهم لوحدها بضغط عليها من هنا من الكيبورد وببتدي امسكها واحركها واتحكم في مقاسها وحجمها وكل حاجه زي ما انا عايز، وحتى الروتيت بتاعها. هبتدي دلوقتي امسك بس المربع ده انزله تحت شويه علشان ابتدي احاكي نفس البار اللي موجود عندنا. لكن دلوقتي في حاجة مهمة جدا، ليه انا عملته كله في شيب لاير واحد؟ علشان انا لو ابتديت وانا واقف هنا خليته مثلا عملت له الاينمنت وحطيته في نص الكومبوزيشن، فمن هنا بقدر ان انا اكبر السكيل بتاعه ويفضل محافظ على نفس الريشيو اللي عندي. ولو عملت فيه زوم هنلاقي ان هو ما بيتأثرش باي زوم ممكن تعمله فيه، ولا بيبكسل ولا بيحصل له اي حاجة، لان هو already شيب لاير. فانا دلوقتي هشتغل على المقاس الكبير دوت، ولكن هخليه قريب مني هنا علشان بس اقدر اكون شايفه بشكل كويس. هنرجع نشيل الجريد اللي احنا عملناه علشان نقدر نشوف المكان ده بشكل كويس. واول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل الالوان بتاعت الكارد، بعد كده هنبتدي نضيف المعلومات والداتا عليه. فاحنا واقفين على الشيب لاير اللي عندنا، احنا ممكن اوريدي نغير اسمه من هنا نخليه سكور كارد. بنضغط دبل كليك عليه وبنبتدي نتحكم في كل جزء لوحده من دول. ممكن طبعا واحنا واقفين هنا برضو نضغط انتر ونبتدي نغير اساميهم ونسميهم بحاجات عشان يكون اسهل لنا، ولكن انا شايف ان انا ما عنديش كتير، فاقدر بكل سهوله ان انا بس مجرد ما بقف عليه هنا اقدر اتحكم فيه. فاول حاجه عندنا هنا اللي بيكون موجود فيها اسم الفريق، فانا محتاج اغير لونها، فبقف على فيل من فوق من هنا وببتدي اغير اللون، ولكن هنا هنلاقي اللون اكنه متدرج كده. فهنبتدي نروح نقف على كلمة فيل نفسها ونفتح الفيل اوبشن ونختار تاني حاجة منها اللي هي اللينير جريدينت، ولما بنضغط عليها بنضغط اوكي. نرجع نفتح ده وبنبتدي نختار من هنا الالوان، فلو وقفت تحت هنا وغيرت اللون بيبتدي يتغير معايا، وهكذا لو وقفت هنا وابتديت اغير اللون هلاقيه بيتغير معايا. انا اوريدي كنت عامل باك اب للين اللي عندي، ولكن هنلاحظ ان اول ما بنعمل نختار الالوان بنلاقي ان اللون مش متدرج بالظبط، هو متدرج من النص وحامل زي خط حاد كده عليه. فلو عملنا زوم شويه كده هنلاقي فيه النقطتين اللي موجودين عندي دول. فلو سحبنا اول واحده وخليناها عند بدايه الكلام هنا، وسحبنا تاني واحده وخليناها عند بدايه الكلام هنا، فهنلاقي ان تقريبا التدريج بتاعنا اللي كان موجود انا مش حاسه الصراحه برده متدرج كويس. فهنرجع بس للفيل تاني، فهنلاقي فعلا ان اللوكيشن بتاع نسبه التدريج مش مظبوط، فهنبتدي نظبطه، فهنخليه 50% علشان يكون موجود في النص بالظبط. نضغط اوكي فهنلاقي بقى موجود عندنا نفس النسبتين اللي كانوا موجودين هنا بالظبط. ولو انا حاسس ان اللون هنا ازيد او اقل دي حاجه ترجع لك، فتقدر تقف تاني على الشيب لاير وتقدر تحرك ده تجيبه مثلا هنا شويه كده،
ده شوية كده، تبتدي يعني تاخد حاجة مقربة للي موجود. ونفس الكلام هتروح تعمله مع الشيب دوت، وهتقف على الفيل وتاخد الاي دروبر وتاخد بيك للون دوت، وبعد كده الجزء اللي في النص تعمل فيل وتاخد الاي دروبر تعمل فيل هنا، وهكذا الشريط دوت، وهكذا الجزء بتاع الالي. بنقف هنا وبنروح نعمل له لينير جريدينت، وبنلاقيه لوحده هو اوريدي جايب لي الالوان اللي كنت اخر مره مستخدمها. فانا هنا محتاج اعمل سواب للالوان، فهنلاقي اوفر اول بقى عندنا الالوان اللي موجوده ما عدا الجزئين بتوع علامه النادي. ودلوقتي هنعرف ازاي نعملهم مع بعض، ولكن في حاجه كنا ناسينها، ان احنا نعمل نقطه في نص المربع دوت عشان تبان زي دايره كده للمنطقه دي. فانا واقف على السكور كارد اللي هي الشيب لاير بتاعتي، بروح من هنا وبغير، بجيب الاليبس تول وببتدي ارسم وانا ضاغط على الشيفت من الكيبورد عشان تعمل لي دايره مظبوطه. بقف على الدايره وببتدي احطها في نص الشيب عندي، وببتدي طبعا زي ما عرفنا ان احنا نتحكم في انها تكون كبيره او صغيره، او نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. وعلشان اتاكد انها في نص الشيب لاير بالظبط، بقف عليه وبلاقي السنتر بوينت بتاعته هنا. علشان نخلي الموضوع بالنسبه لنا اسهل، بنضغط كنترول ار من الكيبورد، وبناخد من الرولر كده جايد لاين من هنا وجايد لاين من هنا، وبنبتدي نرجع تاني للشيب بتاعنا اليبس، وبنبتدي نحركه ونحطه في النص بالظبط. وهو هنا ليه لون غريب كده، فلو وقفنا برده على الفيل نبتدي ناخد الاي دروبر ونروح نعمله بنفس اللون، وبنرجع تاني نشيل التو لاينز اللي عملناهم من الرولر. بعد كده هنبتدي نضيف اللوجوهات بتاعه الانديه علشان تبان في المربع شبه اللي فوق ده كده، ولكن الاول محتاجين ان احنا نثبت البور بتاعنا دوت علشان نبتدي ناخد منه مربعات نحط فيها الصور. فهنبتدي نقف على السكور كارد ونعمل لها كنترول دي، نعمل لها دوبليكيت. هنسيب الاولانيه زي ما هي، والتانيه دي هنعمل عليها كلوب لوجوز. هنسمي اول واحده كلوب لوجو النادي الاهلي، والتانيه هنعمل عليها، هنعمل لها كنترول دي تاني ونعمل عليها كلوب لوجوز الباير. وهنبتدي في بتاعه الاهلي اللي هي هتبقى موجوده هنا، فهنبتدي نضغط دبل كليك عليها على دول كده، ونبتدي نمسح بقيه الحاجات التانيه كلها. لكن الاول هنخليها سولو علشان نبتدي نشوف الحاجات اللي عندنا اللي هنمسحها، ما نمسحش الحاجات التانيه هي كمان. وهنبتدي نعمل لها بيرنت من العلامه بتاعه الشبكه دي، هنبتدي نسحبها نخليها على السكور كارد. فكل ما هنيجي نحرك لما نشيل النقطه دي من السولو ونيجي نحرك دوت مثلا، هنلاقي ان السكور كارد التاني بيتحرك معانا ده كمان. وهنروح نعمل نفس الموضوع في الباير، فممكن الاول نقف عليه من هنا كده نعرف هو مثلا هو رقم كام. هو رقم واحد اوريدي، بعد كده نعمل دول عليهم سلكت كلهم ونعمل لهم ديليت، ونرجع نعمل لده بيرنت مع سكور كارد. هنروح نغير اللون بتاع المربعين دول، نعمل له فيل كده ونخليه اسود، ونبتدي نجيب اللوجو بتاع الاهلي نخليه تحت الشيب لاير بتاع الاهلي هنا، ومن التراك مات هنختار الفا مات. هنلاقي على طول ان المربع بتاعنا اختفى وبقى موجود جوه الشيب اللي عندنا ده بس. فهنبتدي ناخده نسحبه كده، وكل ما هنبتدي نتحرك بيه كل ما هيبتدي يبان جوه المربع. فهنصغره ونبتدي بقى نشوف احنا عايزين نخلي الشيب بتاعنا ده موجود جوه المربع ازاي بالشكل اللي يناسبنا. وكمان هنعمل له روتيشن، شويه روتيشن كده. فنسبيا دلوقتي بعد ما لفناه وعملناه تقريبا هو بقى قريب جدا من اللي موجود في الكارد الاصلي. وبرده ما ننساش ان احنا نربط ده بالسكور كارد، ولكن يفضل ان احنا اصلا نربطه بالشيب لاير اللي عندنا، والشيب لاير اوريدي مربوط بالسكور كارد. فاحنا لو جينا نحرك اي حاجه، لو جينا نحرك ده دلوقتي مثلا هنلاقيه بيتحرك كله. هنروح نعمل نفس الموضوع مع اللوجو بتاع الباير، وهنبتدي نعمل له نفس التراك مات، وبعد كده نبتدي نحرك اللوجو. بعد كده نبتدي نعمل له بقى روتيت ونظبط له السكيل بتاعه لحد ما يناسب الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. واخر حاجه نعملها ان احنا نعمل بيرنت من اللوجو بتاع البايرن للشيب لاير اللي انكلودد فيه. وفاضل حاجه كمان مهمه، وهي المربع الاصفر اللي موجود حوالين اللوجو بتاع النادي. فاحنا بكل بساطه هنجيب اللي هو اخر شيب لاير كان عندنا مثلا، اول واحد بتاع البايرن، وهنعمل له دوبليكيت، وبعد كده هنبتدي نظهره هنا تاني. اوريدي احنا مش محتاجينه يكون مخفي خالص، وهنروح للفيل ونخليه من غير اي فيل خالص، ونخلي له ستروك بس، ونخلي الويتس بتاعه هنشوف دلوقتي ايه اكتر حاجة مناسبة ليه، ولكن احنا محتاجين نختار اللون بتاعه نفس اللون اللي موجود هنا. ومحتاجين نعمل نفس الحاجة مع اللوجو بتاع الاهلي، فهنروح برضو عند الشيب لاير بتاع الاهلي وهنعمل له كنترول دي، وهنبتدي نظهره من العين اللي هنا، ونبتدي نقفل الفيل، ونبتدي نظهر الستروك.
ولو جينا دلوقتي بصينا على السكور بار اللي عندنا او السكور كارد للماتش هنلاقيه بقى بنسبة كبيرة جدا مشابه للسكور كارد الاصلي. فاضل بس شوية تفاصيل صغيرة اللي هي بتاعة الوقت والاسم والتايمر والحاجات دي. فالاول هنبتدي دلوقتي نكتب الحروف اللي هي اختصار اسامي الفرق. فاحنا مش ضاغطين على اي حاجة خالص كده، هنبتدي نروح نجيب التكست تول ونبتدي نكتب بيها بتاعة البايرن، واحنا واقفين عليه نعمل له كنترول دي، نبتدي نسحبه هنا. طبعا احنا عارفين ان الماتش النهارده هيتلعب الفريقين مبدلين التيشيرتات بتاعتهم، فتقريبا دي هتبقى لونها اسود ودي اللي هتبقى لونها احمر. واخر حاجه هنعملها دلوقتي وهي النتيجه، فهنروح نجيب التكست تول ونبتدي نكتب الصفر، ولكن هو لونه ابيض فهنغير لونه ونخليه اسود، ونبتدي نحركه ونعمل له الاينمنت هو كمان، ونعمل له كنترول دي عشان نعمل منه نسخه تانية. دلوقتي اخر حاجه هنعملها وهي التايمر، ولكن التايمر زي ما احنا عارفين طبعا ان التايمر بتاع ماتشات الكوره بيبقى لحد 90 دقيقه، واحنا ما عندناش اي تايمر معتاد او متعارف عليه بيوصل لحد 90 دقيقه، هو كله بيوصل لحد 60 دقيقه او 59 دقيقه او 59 ثانيه وبيبتدي يقلب لوحده ويبقى ساعه. فاحنا ما عندناش اي تايمر ديفولت موجود جوه البرنامج بيدينا الحاجه دي، وموضوع الاكسبريشن ان انا اعمل له اكسبريشن مخصوص عشان يعمل التايمر بتاع ال 90 دقيقه، للاسف انا مش شخص مبرمج او هقدر اكرييت حاجه شبه كده فروم سكراتش، ولكن في طريقه سهله هتكون كمان اسهل من الاكسبريشن ان احنا نقدر نستخدمها ونقدر نتحكم فيها بكل سهوله. فهنروح بكل سهوله هنعمل كليك يمين، نعمل نيو تكست، هنعمل empty text layer، وهنبتدي واحنا واقفين على ال empty text layer دوت هنروح لل effects and preset، هنجيب effect اسمه numbers وهنسحبه نحطه على ال empty text layer اللي عندنا. اول حاجه بيجيبها لك بيجيب لك اللاي اوت دي، بيقول لك انك تختار منها الفونت انت عايز النمبرز اللي تكون موجوده الفونت بتاعها ايه. طبعا هنا مش عامل لك اي معاينه للفونت بتاعك، فيفضل انك تكون اوريدي مختار وعارف الفونت اللي هتشتغل بيه هو ايه بالظبط. وكمان هنا الستايل بتاعه هو بولد ريجولار ايتاليك وات ايفر، الدايركشن بتاعه انت عايزه هوريزونتال ولا فيرتيكال، الالاينمنت بتاعه انت عايزه في النص في الرايت في الليفت وات ايفر انت عايزه ايه. ولكن مش مشكله خالص انك تختار هنا كل حاجه، لانك تقدر ترجع لهنا وتعدل فيها بكل سهوله. فدلوقتي هنضغط اوكي، هنلاقيه عمل لنا في نص الشاشه كده تايمر صغير، فهنبتدي نعدل شويه حاجات من هنا علشان نوصل للاوبتيمم تايمر اللي احنا محتاجين نوصل. ولكن عشان نرجع نعدل في اللاي اوت اللي فاتت زي ما قلت لكم، نقدر من اوبشن اللي فوق دي اول ما بنضغط عليها بيرجعها لنا تاني هنا، ونقدر اول ما نغير اي حاجه هنا واتيفر عايزين نغير الفونت او اي حاجه بيبتدي يغير هناك على طول زي ما احنا شايفين كده. فانا هختار فونت اوريدي اكون عارفه ونبتدي نغيره. بعد كده هنبتدي نختار من التايب، هنخليها number leading zeros. بعد كده مش هنعمل اي حاجة في تاني option اللي هو random values، ال value offset and random دي هنتحكم فيها بس مش دلوقتي. ال decimal places هنخليها 0، دي اللي علشان تبقوا عارفين برضو دي بتعمل ايه لو عملنا زوم هنا وجبنا دي كده، دي اللي بتحط العلامات اللي هي بعد ال dot اللي هي بتبقى حاجة من 10، فهنخليها 0 كلها خالص. وبعد كده بيخليك هنا تتحكم في المكان بتاعها في البوزيشن، فنقدر نتحكم فيها من النقطه دي ونحركها زي ما احنا شايفين. بعد كده الديسبلاي اوبشن اللي هي اللون بتاعها، يعني تكون فيل ولا الاستروك بس ولا ايه، ومن هنا تقدر تغير اللون وتختار اللون اللي انت عايزه، انا هختار اللون الابيض. بعد كده من هنا بتخليك تتحكم في السايز، فده مثلا السايز المناسب عندي، واقدر ارجع لهنا من النقطه دي احركها اتحكم فيها في حركتها تاني. بعد كده البروبريشنال سبيسنج هنعمل عليها اون تشيك علشان يديني الحريه اتحكم في السبيسنج ما بين الارقام، وبعد كده اقدر اتحكم في السبيسنج من هنا اخليه قريب او بعيد علشان في نفس الوقت لما اجي اغير الفاليو تكون بتتغير وهي في مكانها مش بتتغير. لو احنا مثلا عملنا هنا كليك تاني هنلاقي انها كانت بتتغير ولكن الفونت كله بيتغير من مكان. فببتدي دلوقتي اعمل التو تايمرز بتوعي، اول واحد مثلا فيهم اللي هو من 1 لـ90 اللي هو او من 0 لـ90 اللي هو بتاع الدقايق اللي عندي. فببتدي وانا واقف عند اول الفيديو مثلا بضغط على الستوب ووتش اللي هنا عشان اعمل كي فريم، وبعد كده ببتدي اتحرك بقى لحد ال 90 دقيقه طبعا اللي بيبقوا عندي، وبعد كده بعمل كي فريم تاني وبكتب فيه هنا 90. انا اوريدي ما كنتش عامل الاول 90، كنت عامله 120، نرجع نعمله 0. فهلاقي نفسي وانا ببتدي اتحرك بروح لحد 90 هو التايمر بيبتدي يشتغل عندي. ودلوقتي احنا عملنا التايمر بتاع الدقائق، فهنبتدي نعمل التايمر بتاع الثواني. فالاول هنا بس هنقف عليه ونعمل هنا ده التايمر بتاع المينت، ونبتدي نعمل له دوبليكيت ونسميه سكند عشان نبقى عارفين ده التايمر بتاع الثواني. وهنبتدي من النمبر عشان نفرق ما بينهم دلوقتي بس لحد ما نغير البانل اللي احنا فيها، انا ممكن نخليه لونه احمر، ونبتدي نغير مكانه كده
ونسيب مكان ما بينهم علشان النقطتين بتوع الساعة. فعملنا نيو تكست وعملنا نقطتين كده، نعملها بنفس الفونت اللي احنا مستخدمينه، وهنخلي طبعا لونها ابيض. وعلشان بقى نبتدي نشيل الاصفار اللي موجودة على الشمال ديت، بنبتدي ناخد التلاتة كده ونحطهم في كومبوزيشن جديد. فبنعمل لهم بري كومبوز وبنتأكد ان كل حاجة بتموف للنيو كومبوزيشن وبنسميه تايمر. بعد كده في الكومبوزيشن الجديد هنا هنبتدي بقى نتحكم فيه بكل سهولة جدا. فالاول محتاجين ان احنا نقطع الكومبوزيشن بتاعنا من هنا، نخليه على قد المكان ده، وبعد كده نبتدي نتحكم فيه من جوه. هنفهم مع بعض ده بكل سهولة دلوقتي. فاحنا الاول محتاجين بس نروح للريجن اوف انسيرت ونبتدي نحدد المنطقة اللي عندنا دي كده تبقى على قد التايمر اللي احنا محتاجينه بالظبط. وبنبتدي نروح للكومبوزيشن وبنعمل كروب كومب تو ريجن اوف انسيرت. بنلاقي عندنا كده كله بقى الحاجات مش في مكانها، مش مشكله خالص، هنقدر نرجع ده كله بسهوله. فهنقدر نقف على اول واحد بتاع المينتس ده مثلا ونبتدي نسحبه هنا كده، ونقدر ناخد بتاع السكند ونسحبه هنا بكل سهوله. فطبعا اوريدي بتاع المينتس هو بقى مقطوع، ما بقاش موجود، ولكن احنا هنحتاج نقطع بتاع السكندز هو كمان. فهنبتدي نعمل له كومبوزيشن، هنعمل له بري كومبوز وهنسميه سكند، وهنبتدي نقطعه هو بقى ذات نفسه. هنروح لكومبوزيشن ونعمل له كروب كوم، وهنبتدي برضو نتحكم فيه من هنا وهنغير لونه بقى، هنرجعه لونه ابيض تاني. لما بنرجع للتايمر نلاقيه هو خلاص بقى كومبوزيشن بس صغير، فمكانه ما بقاش مناسب. فبنبتدي بس نقدر نرجعه شويه كده، وبنبتدي نلاقي عندنا التايمر بتاعنا شغال بكل سهوله. وهنا بقى علشان نبتدي نتحكم في التايمر دوت، فاحنا لو ضغطنا يو من الكيبورد هنلاقيه هو بيبتدي من الصفر لحد 90، لكن احنا عندنا دقايق بتبقى لحد 60 بس، فهنبتدي نغير دي نخليها 60. فانت هتلاقي نفسك بتقدر تتحكم في ده بكل سهوله. لكن احنا هنا بقى لما نرجع بره خالص هنلاقي الكومبوزيشن عندنا اللي هو بتاع التايمر ده، سحبناه كده هنلاقي التايمر عندنا اللي احنا اوريدي كنا عايزين نعمله بكل سهوله. ولما نيجي نتحرك جواه نلاقيه بيتحرك كده معانا. دلوقتي بقى نتاكد ان كل حاجه مربوطه بالبار بتاعنا علشان نقدر نحركه ونتحكم في حجمه ونصغره او نكبره بكل سهوله، ومفيش حاجه تضيع من مكانها. فاحنا لازم نتاكد ان كل حاجه هنا هي مربوطه باول واحد عملناه اللي هو السكور كارد. فاحنا كل اللي بنعمله احنا لو وقفنا على السكور كارد بس وابتدينا نحرك ده من مكانه، فبنلاقي كل حاجه بتتحرك جوه السكور كارد، ونقدر من هنا بقى نبتدي نصغره نكبره نتحكم في السكيل بتاعه براحتنا. السكور كارد عندنا عملنا نفس السكور كارد الرئيسي مع اختلاف الفونت شويه، مع اختلاف شويه حاجات، كل واحد بقى يعمله كاستم زي ما هو عايز. هو دلوقتي عرف كل حاجه فيه بتتعمل ازاي بالظبط، فتقدر تعمله وتتحكم فيه بكل سهوله. وزي ما احنا شايفين مع بعض ده الفاينل بتاعنا. انا كمان دلوقتي عدلت الارقام وخليتها تناسب المشهد الرئيسي، وزي ما احنا شايفين الاصل والتطبيق مفيش اختلافات كتير غير حاجات بسيطة في نوع الفونت المكتوب بيه الكلام بس. وكالعادة لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تسيبهولي في كومنت وانا هرد عليك، وبرضو لو عايز تشوف اي توتوريال جديد تقدر تطلبه في كومنت وانا ان شاء الله هعمله في اقرب وقت. واشوفكم الحلقة الجاية.